ماذا فعل الملك الراحل الحسين بن طلال مع مالك محطة وقود في الطريق بين العقبة وعمان؟ كان نائماً. وكيف كان جزاؤه من أبي عبد الله حينما استيقظ بعدما وجد الملك يزود سيارته بالوقود؟ إليكم أصل القصة. للملك الراحل الحسين بن طلال الكثير من المواقف مع مصوره الخاص زهراب مركريان، منها ما رصده المصور بنفسه وجسده من خلال عدسات كاميرته. ففي يوم من الأيام كان الحسين في زيارة إلى مدينة العقبة وقرر أن يعود إلى عمان بالسيارات، وفي طريق العودة استقل الموكب المهيب للملك السيارات وقاد أبو عبد الله سيارته بنفسه ومعه المصور. فبينما الموكب يسير في الطريق إذ بالوقود ينتهي من سيارة الملك ليبحث عن محطة وقود لتسويد السيارة، وبعد طول بحث وجدوا محطة وقود. فترجل الملك من سيارته حتى يأتي صاحب المحطة ويزود السيارة بالوقود، لكنه كان نائما. فبدأ الحسين في تزويدها بنفسه، لكن حينما استيقظ مالك المحطة ووجد الملك فبدأ يتحرك إليه بخطوات يملأه الخوف مما سيفعله به الملك. لكن حينما رآه والد العاهل الأردني هدأ من روعه، فطلبه مالك المحطة بأن يتصور معه، ووثق المصور تلك اللحظة بعدسات كاميرته، وطلبه الملك بأن يوصل الصور لمالك المحطة بعد الانتهاء من تحميضها، وبالفعل أوصلها إليه.